هو البحر اللي بيفصل ما بين الدول بيتقسم ازاي؟ يعني مثلا زي البحر المتوسط اللي ما بين مصر وما بين تركيا بيتقسم ازاي؟ اللي ما بين ليبيا وما بين اليونان، ما بين تونس وما بين ايطاليا، البحر ده بيتقسم ازاي؟ ولا هما بيسووا يفصل ما بينهم كده وخلاص؟ لا، ركز معايا دقيقة واحدة بالظبط وافهمك كل الكلام ده. البداية اللي عايزك تعرفه والقاعدة اللي عايزك تعرفها ان احنا بالنسبة لنا كل ما بنبعد عن اليابس بتاع الدولة كل ما سلطتنا في المية بتقل. يعني بمعنى اصح زي ما حضرتك في البيت كده، لما بتطلع من بره البيت او من البيت بتاعك ايه اللي بيحصل؟ سلطتك طبعا بتقل، انت في بيتك بتعمل اللي انت عايزه، انما لما بتطلع في الشارع لا، ده في سلطتي بتقل. بمعنى اصح اهو واحده كده بالظبط، المية اللي بتفصل ما بيننا وما بين الدول هي دي المية، وادي اليابس بتاع الدولة. البحر ده بقى بنقسمه لأكتر نوع من المية، وكل ما بنبعد عن اليابس بتاع الدولة سلطتنا بتقل. طيب بنقسمه ازاي بقى؟ قال لك والله انت عندك في عندنا حوالي 5 انواع من المياه. في معانا مياه اسمها المياه الداخليه، مياه اسمها المياه الاقليميه، مياه التكميليه، مياه المحايده، ومعاها تانية حاجه اسمها عالي البحار. طيب ايه الفرق ما بين كل واحده فيهم؟ كل واحده فيهم بيكون ليك نوع من السلطه اللي موجوده فيها. يعني مثلا المياه الداخليه بيكون فيها سلطه مطلقه، الاقليميه برضه سلطه مطلقه. طب عديت الاقليميه؟ لا، ده السلطه بتقل. طب تعال نفهم الكلام ده واحده واحده. اول حاجه من المياه وهي حاجه اسمها المياه الداخليه. ليه سميتها مياه داخليه؟ داخليه لان هي جزء من الميه متوغل داخل اليابس فسميتها مياه داخليه. طب ايه الحاجه اللي قدامي لما اشوفها اقول عليها مياه داخليه؟ اول حاجه تكون متصله بالبحر او بمسطح مائي مفتوح، بحر او محيط يعني. وكمان قال لك ورقم 2 تكون محاطه باليابس بتاع الدوله. زي ايه؟ قال لك زي البحيرات الساحليه اللي بتكون معانا في شمال مصر، زي بحيره المنزله، بحيره البرولز، بحيره البردويل، زي الصوره اللي قدامنا ديت كده. ادي المياه الداخليه متصله بالبحر ومحاطه باليابس بتاع الدوله. نفس الكلام، متصله بالبحر ومحاطه باليابس، متصله بالبحر ومحاطه باليابس، يبقى دي اسمها المياه الداخليه. وعلى اعتبار ان هي داخله داخل اليابس فهي تعتبر جزء من اليابس بتاع الدوله، وتعتبر الدوله سلطتها فيها هي سلطه مطلقه. لقيت فيها سمك، لقيت فيها بترول، لقيت فيها اي حاجه فهي بتاعت الدوله دي. طيب بعد المياه الداخليه، بعد المياه الداخليه بعد ما بنخلصها على طول بيجي في خط نوع بنسميه خط الساحل. خط الساحل يعتبر بيفصل ما بين المياه الداخليه والمياه اللي بعدها وهي المياه الاقليميه. طب المياه الاقليميه ديت عامله ازاي؟ يعني قال لك هي عامله زي المياه الداخليه بالظبط، برضه سلطتك فيها بتكون سلطه مطلقه، بتعمل فيه اللي انت عايزه، بتفرض جمارك لو في سفينه معديه، لقيت فيه سمك، لقيت فيه بترول، لقيت فيه غاز طبيعي، كل الكلام ده بتاعك ما دام داخل المياه الاقليميه او حتى داخل المياه الايه؟ الداخليه. طب المياه الاقليميه دي بيكون مداها قد ايه؟ يعني ليها قد ايه في قلب البحر؟ قال لك والله كل دوله محدده ليها سلطه معينه في المياه الاقليميه بتاعتها على حسب اتساع المسطح المائي. يعني حضرتك لو اللي بيفصل ما بينك وبين الدوله الثانيه مثلا محيط متسع، هيكون المياه الاقليميه بتاعتك ممكن تزيد عن 300 ميل، الميل حوالي كيلو ونص كده ولا حاجه. طب احنا بالنسبه لنا احنا مثلا كمصر لينا قد ايه في المياه الاقليميه؟ لينا 12 ميل اقليمي. طيب 12 ميل اقليمي منين؟ هل من اول هنا كده؟ اقول لك لا، من اول خط الساحل اللي هو صفر كده لحد 12 كده، فبالتالي الجزء ده كلاته يعتبر كانك في البيت بتاعك بالظبط، كانك داخل البيت بتاعك، فالسلطه بتاعتك بتكون سلطه مطلقه. المياه الاقليميه بنيجي بعد كده على نوع ثاني من المياه وهي المياه التكميليه. المياه التكميليه دي بالنسبه لها الميل بيكون قد ايه او سلطتنا فيها بتكون عامله ازاي؟ المياه التكميليه عامله بالظبط زي ما بتخرج من باب البيت كده، السلمه بتاعه البيت. هل سلطتك هنا بتكون سلطه مطلقه؟ لا، ده انا يعتبر قاعد في الشارع، صح ولا لا؟ اهو كده بالظبط. فالمياه التكميليه تعتبر سلطتك فيها سلطه مقيده. ليه؟ قال لك عشان انت ما عندكش غير حاجتين اتنين، حاجه اسمها الاشراف والحمايه، ورقم 2 حاجه اسمها فرض الجمارك. يعني بمعنى اصح لو في سفينه معديه من نمادي من هنا من عند المياه التكميليه يعتبر هنا انت بتفرض جمارك على الناس المعديه. طب وايه كمان؟ قال لك رقم 2 نوع من الاشراف والحمايه. يعني لو حضرتك في سفينه جايه وعايزه تخش المياه الاقليميه بتاعتك لازم بتقف معاها وبتسالها انت رايحه فين، جايه منين، ايه اللي معاكي، وهكذا. عامل بالظبط زي ما في حد بيجي لك في البيت كده، هل بتدخله على طول وبعدين تساله؟ يعني بتدخله عندك البيت وبعد كده تساله؟ لا طبعا، ده انا بوقف وبساله وبقول له انت رايح فين وجاي منين وجاي تعمل ايه وهكذا، وبتعرف هو مين قبل ما يخش باب البيت، صح ولا لا؟ هي بالظبط كده، اهو احنا بنسال الناس قبل ما تخش المياه الاقليميه، بنوقفه عند المياه التكميليه هنا وبنقول له حضرتك مين؟ معاك ايه؟ ايه البضائع اللي معاك؟ وهكذا، ونبدا نفتشه بقى.
خلاص يبقى المياه التكميليه بنفرض فيها جمارك، ورقم 2 بنمارس عليها نوع من الاشراف والحمايه. طب هي المياه التكميليه ديت سلطتنا فيها في البحر قد ايه؟ قال لك عامله بالظبط زي المياه الاقليميه، بتكون برضو من 12 او بتبقى حوالي 12 ميل بحري، فهي 12 ميل والمياه الاقليميه برضو 12 ميل، فمن اول خط الساحل لحد نهايه المياه التكميليه تعتبر برضو قد ايه؟ 24 ميل، عشان 12 و12، 12 اقليميه و12 تكميليه، فهم الاثنين 24 ميل. طب بعد المياه التكميليه نيجي بعد كده على ايه؟ قال لك نيجي بعد كده على نوع من المياه وهي اسمها المياه المحايده. المياه المحايده دي بقى معظمها بتكون في المحيطات يعني. طب السلطه فيها بتكون عامله ازاي؟ قال لك دي بقى بتكون عامله زي على حسب قوه الدوله، يعني الدوله بتكون قويه بتسيطر زي ما هي عايزه في المياه المحايده. بعض الدول القويه بتخصص لنفسها مساحات كبيره من المحيطات عشان تجرب فيها التجارب العسكريه والنوويه، يعني حضرتك مش هنجيب مثلا سفينه بنجرب فيها مفاعلات نوويه ونروح نجربها عند المياه الاقليميه عشان تقع على السكان وتموتهم، فبنعمل ايه؟ بنقوم جايين عاملينها عند المياه المحايده بعيد خالص يعني عشان ما تضرش مين؟ ما تضرش السكان. والمياه المحايده معظم الدول القويه بس او الدول اللي بتجرب تجارب عسكريه هي اللي بتسيطر في المياه الايه؟ المحايده، قلت لك غالبا ما بتكون في المحيطات. طب بعد المياه المحايده قال لك بتيجي بعد كده حاجه اسمها اعالي البحار بقى. اعالي البحار ده عامله بالظبط زي الشارع العمومي، هل ينفع واحد كده يقف في وسط الشارع يقول لك مفيش حد هيعدي؟ او اللي هيعدي خليه يدفع فلوس؟ لا طبعا. فمنطقه الاعالي البحار دي بتبقى منطقه مشاعه للجميع، حضرتك عايز تعدي بالسفينه بتاعتك ومش عايز تدفع جمارك ما تعديش من عند الاقليميه ولا التكمليه، روح عدي منين؟ من عند اعالي البحار، عشان بمعنى اصح تسهل على نفسك وما تدفعش فلوس ولا تكلف نفسك يعني. خلاص يبقى ده يعتبر تقسيم المياه ما بين الدول او اللي بتفصل ما بين الدول. طب هل التقسيمه اللي احنا قسمناها دي بتكون موجوده في كل المياه؟ اقول لك لا. ليه؟ لان والله على حسب اتساع المسطح المائي، يعني حضرتك لو المسطح المائي بتاعك بيكون ضيق مثلا زي البحر المتوسط مش هتلاقي غير مياه داخليه واقليميه وتكميليه، والدوله اللي قصادك هي كمان هتحدد داخليه واقليميه وتكميليه وخلاص كده المسطح المائي خلص. اما بالنسبه في المحيطات بقى اللي هي المسطحات بتاعتها بتكون واسعه بتلاقي عندك كل انواع المياه دي، داخليه وتكميليه واقليميه ومحايده، وكل انواع المياه بتكون موجوده في الحته، بتكون موجوده في المحيطة. حاجه عايزك تعرفها بقى وهي حاجه اسمها الرصيف القاري. الرصيف القاري ده عباره عن ايه؟ عباره عن القاع بتاع البحر من اول وش المياه كده لحد القاع تحت، لما بنقيس من وش المياه لحد قاع المياه تحت وبنوصل لحد 100 قامه، القامه حوالي 182 سم كده ولا حاجه، يعني متر 82 سم. طيب اول لما بنوصل للحته دي كده بيكون الرصيف القاري بتاعك خلص. طب هي الارض اللي تحت الميه او القاع بتاع البحر ده مهم طبعا. ليه؟ لان ممكن بتلاقي فيه بترول، ممكن تلاقي فيه غاز طبيعي، لان طبيعي لما بيجي البترول من الميه ما بيكونش سايح في الميه، امال بيكون فين؟ بيكون في الارض اللي تحت البحر، فبالتالي بيستخدم في استخراج البترول والغاز والغاز الطبيعي. انا حاولت على قد ما اقدر اوصل لك الفكره. شكرا ليكم، كان معاكم مستر محمد السيد الشامي. مع الشامي مش هتشتكي من الجغرافيا تاني.